شهدت ملاعبنا العديد من التجارب التي خاضوها المدربين واللاعبين في أكثر من نادي لأسباب مختلفة. 35 مدرب أجنبي خاض تجربة تدريبية مع أكثر من نادي، وتعتبر الجنسية البرازيلية الأكثر مروراً حول الأندية. هناك أسماء نجحت والأغلبية كانت مجرد إنقاذ ما يمكن إنقاذه. عمار السويح المدرب التونسي الاسم الأكثر تدريباً في أنديتنا، حيث قاد 6 أندية تدريبياً. يليه المصري محسن صالح بقيادته لـ5 أندية، وشاركه في نفس العدد التونسي أحمد العجلاني. البرازيلي جويل سانتانا قاد 4 أندية، منها الهلال والنصر، وكذلك الألماني بوكير بـ4 أندية آخرها الاتفاق. 9 مدربين لدينا قادوا 3 أندية، أشهرهم البرازيلي أوسكار الذي قاد الهلال والشباب والاتحاد. 20 مدربا قادوا ناديان، أبرزهم الاسم الأهم البرازيلي زاغالو الذي قاد قطبي الرياض النصر والهلال، وبعدها درب المنتخب الوطني. وهناك من المدربين الذين دربوا أندية أكثر من مرة، كالبرازيلي كاندينو الذي قاد الهلال لـ4 مرات مختلفة. يعتبر البلجيكي ديمتري المدرب الوحيد الذي درب قطبي جدة الاتحاد والأهلي. وهناك 5 مدربين تولوا تدريب النصر والهلال. هذا الموسم يوجد 3 مدربين خاضوا تجربة تدريب أكثر من نادي: فتح الجبال المدرب الجديد للشباب، ومدرب الفتح البياوي، ومدرب هجر البلجيكي ديمول. فهل هي دلالة على الجودة أم أنها آخر الحلول؟